يا مساء الخير والعافية عليكم مشاهدينا، مشاهدي قناة دبليو تي في وطن. هذه أولى حلقاتنا بعيد الفطر المبارك. ينعاد عليكم بالصحة والسلامة والعافية، ويا رب ينعاد الأمن والأمان على عراقنا الحبيب من شماله لجنوبه. كل عام وأنتم بخير، ويا ربي أعيادكم أو أيامكم كلها أعياد ومناسبات ومسرات وأفراح. أكيد راح أكون يومية وياكم الساعة بالستة بهذه البرنامج والمسابقات الحلوة، والكل أكيد رابح وياي. ومثل ما تعرفون طيلة أيام شهر رمضان المبارك راح تكون جوائزنا هي مقدمة فقط من مركز تيما بيوتي للعناية بالبشرة والتجميل، فأريد الكل يتصل والكل يشارك حتى يربح وياي، وأكيد الكل رابح وياي بدون شك. فناطر اتصالاتكم وناطر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظاهرة أسفل الشاشة، واكيد اعرف التفاصيل وشنو سويتوا وما سويتوا باول ايام عيد الفطر المبارك، وين طلعتوا من طاقم عيديه، سويتوا كليتشه ولا ما سويتوا كليتشه. ويانا اتصال. الو، مساء الخير. مرحبا. مرحب، عيدكم مبارك وايامكم سعيده. ايامك سعيد، كل عام وانت بخير. وانت بالف الف خير يا ربي. شلون العيد وياكم؟ الاماني ان شاء الله للجميع، للجميع يا عمري. انت من وياي؟ نبأ فراس. نبأ شنو؟ نبأ فراس. نبأ فراس، نبأ من وين؟ من ديواني يعني. الديوانية، يا هلا بنبأ. نبأ، شلون الأجواء العيد يومكم؟ سويتوا ما سويتوا؟ بالخصوص أنت سولفي لي على نفسك بالتحديد. والله يعني أنا ما طلعت لحد الآن. فسوينا كليتش أول بارحة. أي؟ منو شارك بالكليتش؟ شاركتي أنت؟ لو ما شاركتي. لا طبعًا أنا سويتها يعني. ها، أنت قائدة الحملة. الله عليك، الله عليك. الله عليك. نبأ، جوكم خطار لو لا بالبداية؟ أرد أسألك. لا والله إحنا رحنا يعني أهلي. من رحتي لأهلك أخذتي وياك ليتشي من اللي سويتيها ولا لا؟ لا ما أخذت وياي، ما مسوين. مو أني لا، صار عندي الفضول أرد أسأل إذا جاكم خطار أو أنت طيتي لأحد اللي ليتشي من اللي سويتيها وأحد قال لك إنه مو طيبة أو حلوة حيل أو مهشة. لا لا كانت طيبة. لا والله اجون البارحه يعني بيت عمي، هم كانوا طيبين. زين انت نبأ صريحه، يعني بالعيد اذا تروحين البيت اهلك او البيت عيالك اذا خلوا لك كليتشه او اي شيء هم مسويه بخصوص العيد، هم مرات تعطين ملاحظات عليه يعني تقولين هذا طيب ما طيب او يعني لو سكتين؟ لا طبعا. ما اعطي اي ملاحظات يعني. حتى اذا كان ما طيب؟ وفوق ما اعطي ملاحظات؟ لا مو اكو صراحه. نبأ هواي بنات وخصوصا ربات البيوت والشاطرات مثلش بالطبخ والمعجنات مثل ما انت ذكرتي، قلتي انه اني اللي اسوي الكليتشه، فمرات من يذوقون كليتشه اذا كانت جاهزه من محل او اذا كانت من بيت ينطون فد ملاحظه. اكثر شيء هو اكثر شيء جاهزه الناس تشتري يعني، ذاك اللي يسوي. صحيح يعني اكثر لان تعبانات يعني ربات البيوت حاليا نخطيه. زين يعني تعبانات وانت ما تعبانه؟ يعني انا سويت والله بالنسبه لي، بس اكو ناس يعني تعبانه وهاي حقهم يعني، رمضان متعب لهم. انا كان قلت لك جيبي لي، بس الطريق بيننا بينكم بعيد شويه بين الديوانيه وبغداد. نبأ اني اسمك يعني انا كل المتصلين بسرعه ما راح ادخلهم بقرعه، ونهايه الحلقه راح اسحب 8 اسماء، والاسماء اللي راح تربحوا وياي تفوز بجائزه مقدمه من مركز تيما بيوتي للعنايه بالبشره والتجميل. فعيدكم مبارك يا نبأ، وتحياتي لك وللعائله الكريمه، ويا رب ينعاد عليكم بالصحه والسلامه والعافيه. نروح لاتصال اخر ونقول مساء الخير وعيدكم مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. عيد مبارك علينا وعليك ان شاء الله، يا رب ينعاد عليكم بالصحه والسلامه. تسلم. من وياي؟ وياك ضحى عمار محمد. ضحى عمار، من وين ضحى؟ من بغداد. من بغداد، يا هلا بضحى. ضحى، نبأ اللي قبلك اتصلت من الديوانيه سالتها عن الكليتشه وطلعت هي اللي مسويه الكليتشه، انت من جماعه أيه اللي يذوقون لو من جماعه اللي يشتغلون لو من يا فئه بموضوع الكليتشه بالتحديد؟ ضحى اتمنى تسمعيني من سماعه الهاتف. شلون؟ ضحى اي سوينا كليتشه. انت شاركتي بعمل الكليتشه لو بس متفرجه؟ لا لا اي سويت وياهم. اكيد اي سويت والله وياهم. زين طيبه صارت لو لا؟ ضحى ضحى ضحى
ضحى زين، اريد اسالك سؤال اخر، اريد اسالك بخصوص العيديه. احنا اكو كثير من عندنا، ايش قد ما نكبر بالعمر نستقبل عيديه او تجينا عيديه من ابونا من امنا من الناس القريبه علينا. جتك عيديه ولا بعد؟ كل شيء ما جاي اسمع. انا جاي اسمك واضح. اخذت من ابويا عيديه. انت اخذتي من ابويا ومن عمامي. هم منطوش لو انت طلبتي بايدك. لا لا مو قصص، كل شيء جاي اسمع. أنا أسمعك ضحى جدا واضح، وأتمنى أن تعاودين الاتصال بينا مرة ثانية واسمك دخل وياي بالقرعة، وإن شاء الله نهاية الحلقة راح أسحب وإن شاء الله اسمك يربح ويانا الجائزة المقدمة أكيد من مركز سيما بيوتي للعناية بالبشرة والتجميل، فألف مبروك. روح الاتصال آخر وقول مساء الخير وعيدكم مبارك. ألو مساء الخير. ألو. طبعا حلوة تفاصيل العيد بالعيدية والكليتشة والخطار و نطلع لي المتنزهات وميدان الالعاب. الو مساء الخير. الو الو اسمعك واضح. كل عام وانت بالف خير ويا ربي عيد مبارك عليك وعلى العائله الكريمه. من وياي؟ الو راح انقطع الخط. نتمنى تعودين بنا الاتصال مره ثانيه ونقول الو مره ثانيه وعيدكم مبارك ويومكم سعيده. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير أخوي. إن شاء الله ينعاد عليكم بالأمن والإيمان إن شاء الله. على الجميع إن شاء الله، من وياي؟ وياك ماهر الحلبوسي من فلوجة. ماهر الحلبوسي. شلون الفلوجة؟ شلون الأجواء عندكم بالعيد؟ ماهر. والله الحمد لله أجواء يعني فوق الرائعة. أريد أسألك، وزعت عيدية ولا لا ماهر؟ نعم. وزعت عيديه للاطفال، لاخوانك الصغار، لاخواتك الصغار، لامك، لابوك؟ لا لا. شي اكيد. يمكن خلصت فلوسك ماهر. اي والله العظيم. زين ماهر، سابقا منو يعني من كنت صغير بصغرك، منو كان ينطيك اول شخص عيديه؟ والله والدي. وتنتظر او تنتظر منه العيدية، يعني العيد تنتظر العيد من العيدية من هذا الشخص بالتحديد، تحسها قيمة. راح يصلي انا واقف له بالباب، يجي قبل العيد اقول له اعطيني العيدية. زين وهسه انت تعطي عيدية؟ هسه بالعكس، هم واكيلي بالباب من ارجع يقول. بس اكيد تفرح انت، اكيد ماهر تفرح من تعطي عيدية لوالدك او لوالدتك او لاطفالك اذا كنت متزوج. طبعا والله شيء اكيد، هي هاي سنة الحياة. ماهر اريد اسوي اليوم مشاكل اني يعني بين الزوج والزوجه. مرتك سوت كليتش؟ ما متزوج حبيبي. ايش عجب؟ والله ما متزوج. ان شاء الله على العيد الجاي تتزوج، يعني على عيد الاضحى. الله كريم الله كريم. مو عيد الفطر يعني، بعد سنه هوايه يعني، هاي الشهرين ان شاء الله، العيد الجاي شهرين ويجي، فان شاء الله نفرح بيك. ربي يحفظكم على البرنامج. ماهر نهايه الحلقه راح اسحب وان شاء الله اسمك يطلع ويانا وتربح ويانا جائزه. تحياتي لك وتحياتنا لاهل الفلوجه وشكرا لاتصالك ويا رب عيد سعيد وينعاد عليكم بالصحه والسلامه والعافيه. الو مساء الخير. الو 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 مساء الخير، كل عام وانت بخير وعيد مبارك عليك. كل عام وانت بخير، ايامك سعيده، عيد مبارك ان شاء الله، يعود عليكم الصحه والسلامه. على الجميع على الجميع ان شاء الله، من وياي؟ ابو رغد من بغداد. ابو رغد، ابو رغد من وين؟ من بغداد بالتحديد؟ من العبيدي. من العبيدي. اليوم شهد ماكو وياك. نعم؟ اليوم شهد ماكو وياك. لا شهد راح تطلع لكم الساعه 9 اليوم. خير ان شاء الله. انا متابعكم برمضان بس اليوم استغربت، اقول ماكو شهد. بس تدوا لعمرك ابو رغد. لا تعاركت انا وشهد، شهد ما راح تطلع وياي، تطلع وياي واحد من التسعه. ابو رغد اريد اسالك على العيديه، وزعت عيديه ولا لا؟ والله انطيت الرغد وللاطفال ولام الجيران. زين هم اكو ابو رغد، هم اكو يعني مثلا رغد تعطيها عيديه شكل، الباقين تعطيهم يعني اكو مفاضله بالعيديه لو كلهم نفس المبلغ؟ لا حسب العمر يعني، الطفل احتياجاته على قده والكبير احتياجاته على قده، يريد يطلع يشوف يتونس ويا جماعه الطفل قاعد يعني. بس هي اكيد اكيد ابو رغد، اكيد العيديه الاكبر لام رغد.
مو اكيد يعني لو ما طيتها عيدي يا ابو راغد. لا طيتها عيدي. ورضت بالعيد يعني موافقه لو يعني ما حبتها او قالت لك قليله؟ ما اسمعك. اقول لك ابو راغد، ام راغد من انطيتها عيديه وافقت بالعيديه قالت لك زينه يعني راضي عليها؟ لا وافقت وتمام وتدلل ام راغد. الله يحفظكم. زين اخبار لك ليتشه؟ نعم. اخبار لك ليتشه شلونها وياكم؟ لا زينه الحمد لله. دائما ليتشه من اول تلباحه. ابو راغد دائما الرجال زوجاتهم ايش قد ما يسوون كليتشه ما يقبلون على نسوانهم، او يقولها يا اما مو هشه، يا اما يقولها مو حلوه حيل، يا اما يقولها بيها زيت هواي، يعني لازم يطلع بيها عيب. انت من هذا النوع لو موافق على الكليتشه؟ تامر انت ليش تسوي بيناتنا مشاكل؟ مو دا اقول لك هي قاعده تصفي، خاف اقول حلوه، خاف اقول حامضه وابتل. لا انا بدك تكون صريح، خليك صريح يعني. لا زينه مضبوطه، بعدين اطابقكم مني توخر من يمي اعطيكم اوكي يا ابو راغد الله يحفظكم وعيد سعيد عليك انت وام راغد والعائله الكريمه، ويا رب ينعاد عليكم بالصحه والسلام والعافيه. واكيد ابو راغد انتظرنا نهايه الحلقه، راح يتم السحب للجوائز وان شاء الله اسمك من الرابحين. شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك. نروح لاتصال اخر ونقول عيدكم مبارك ويومكم سعيده. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء الورد والعافيه وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير ويا ربي صحة وسلامة للجميع ان شاء الله. من وياي؟ وياك همسة عمار محمد. همسة عمار. همسة اتصلتي بينا انت بحزورة بصورة لو لا؟ انا وشهد برمضان. شنو كل شيء مدى اسمع؟ بالبرنامج الرمضاني مال المسابقات انا وزميلتي شهد اتصلتي بينا شاركتي لو لا؟ لا ما فايزة. ها ما فايزة. زين همسة شخبار العيد وياك؟ شنو تحضيراتك في العيد؟ اشتريتي ملابس؟ طلعتي؟ اجواكم خطار؟ كلش طيبه. اكيد انت اللي مسويه فصارت طيبه. رحنا على الاقارب وعائلتنا. اكيد انت شاركتي بيها وصارت طيبه الكليتشه. شنو؟ انت شاركتي بصنع الكليتشه ولا لا؟ همسه اسمعك. شو اسمك؟ اني اسمعك واضح. اي يعني ساعدتهم. ها ساعدتيهم. زين استلمتي عيديه؟ جتك عيديه؟ انطيتي انت أيه عيديه؟ من بابا ومن ماما ومن عمو. من انطاك اكثر ماما لو بابا؟ بابا. ايش عجب. زين ليش ماما ما تعطيك اكثر او يطوش نفس الرقم؟ بابا لاني يحب مطهري اكثر. ها حلو، يعني ماما ما تحبك؟ لا تحبني بس انا بابا ثاني اكثر. زين ماما ما عاتبتيها قلتي لها ليش بابا يعطيني هالقد وانت تعطيني هالقد؟ بابا ما ادري، بابا ثاني يعني اكثر منها. لو ابوش عنده الدخل يمه اكثر يعني. ايه اكثر. تحياتنا لك يا همسه ومشاركتك، وانتظرينا نهايه الحلقه راح يتم السحب للجواز وان شاء الله اسمك من الرابحين. شكرا لك ولاتصالك، وتحياتنا لوالدك ولوالدتك، ويا رب عيدكم سعيد ومبارك وينعاد عليكم بالصحه والسلامه والعافيه اكيد، وعلى امه محمد وعلى شعبنا العراقي من شماله لجنوبه، ويا رب يتعم الافراح والمسرات على كل عوائلنا وبيوتنا العراقيه الحبيبه، ويبعد عنا أغمة الفيروسات والأمن والأمان إن شاء الله يا ربي على كل عراقنا الحبيب. وروح للاتصالات ونقول مساكم الله بالخير وعيدكم مبارك. ألو 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 مساء الخير، كل عام وانت بخير وعيدك مبارك. أيامك سعيدة. وأيامك يا ربي، كل عام وانت بخير. الحمد لله. من وياي؟ فاطمة. فاطمة شنو؟ فاطمه حسين. فاطمه شو اخبار العيد وياك؟ شلونه؟ وين رحتي؟ وين جيتي؟ طلعتي ولا بعدك؟ لا طلعت، رحت القرايبنا. رحتي القرايبكم، تمام. انطوش عيديه لو لا؟ اي ثاني. ايش قد انطوش؟ لحد الان ايش قد صارت عندك يعني؟ ايش او شنو المبلغ اللي صار عندك؟ 200 الف لو 200 دولار؟ لا 200 الف. ان شاء الله نهاية العيد يصيرن 500 ان شاء الله. زين فاطمة ناوية تشترين شي يعني بعد ما تجمعين العيدية لو تضمينهن لو شنو؟ شنو مشاريعك؟ لا اريد اشتري موبايل جديد. تريدين تشترين موبايل جديد، ان شاء الله يا رب يصير عندك المبلغ الكافي يا فاطمة وتشترين موبايل كلش حلو والببالك، واسمك دخل اكيد ويانا، وتنتظرين نهاية الحلقة وراح ان شاء الله تفوزين وياي بجوائزنا المقدمه لمركز تيما بيوتي للعنايه بالبشره والتجميل. فالف مبروك مقدما، ونروح لاتصال ثاني ونقول الو.
الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء الورد وكل عام وانتم بخير وعيد سعيد. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. الف خير. شكرا لك ولاتصالك ويا رب ينعاد عليكم بالصحه والسلامه وعلى كل العائله الكريمه. من وياه؟ ندى جواد من بغداد. ندى جواد. ندى جواد، انا المتصلات اللي قبل سالت عن الكليتشه، يعني دققت على موضوع الكليتشه لان لحد الان ما ماكل كليتشه اني. فردت اسال انت سويتي كليتشه؟ لا شنو؟ اي هو انا تشنت البيت فاكيد اسوي كليتشه، من يسوي كليتشه؟ انت تشنت البيت؟ اي انا تشنت البيت. حلو، زين عمتك وعمك رضوا على الكليتشه ندى؟ اي طبعا عمتك شو ترضى علي؟ حتى لو شيء مو زين ترضى علي. اي شو تسوي مجبوره يعني المره مجبوره يا ندى اكيد يعني قبل تقول اذا قالت لك مو طيب. لا اصدقاء انا وعمتي. ندى اذا قالت لك الكليتشه مو طيبه او مثلا بها هيك فد ملاحظه انطتك اكيد تقول لك خاف هذا العيد الجاي ما راح اسوي بعد. فتسكت. لا تخليني اسوي. عمتي عمتي بسيطه شو نقولها تقول لي العيد. زين بما انه انت عمتك تقولين انت وياها اصدقاء او صديقات. انطتك عيديه ولا لا ندى؟ نعم. انطتك هديه عفوا عيديه عمتك؟ والله انا عمو متوفي. الله يرحمه، لا اقصد عمتك. اه عمتي؟ اي. عمتي ماكو يوم اصلا مشات فيها من الصبح طلعت للمقبره وبعدين رجعت لاهلها ولحد الان ما جايتها ما شافتنا ولا معايديها. الله يحفظها وان شاء الله يا رب. ان شاء الله ترجع بالسلامه، زين زوجك ندى انطاك لو بعدها ما منطيك؟ لا زوجي بعد ما نعطيه. شو ينتظر يعني شو ينتظر؟ ما معقولة. احنا اليوم بعدنا بس يعني مو كلش متهيئين للعيد فباشر راح نتهيئ كلش للعيد ناخذ عيدية ونطلع. ها يعني انت باشر من الصبح راح تقعدين ندى تستلمين يعني بعد خلاص ما بيها مجال. باشر الساعة 5 الفجر قاعدة اقول لهم وندى اذا ما انطاش عيدية يعني انت رضيتي عليها فانتظر هم اتصالك باشر لان انا يوميا راح اكون متواجد وياكم الساعة 6. فتت... لما نطاني انا اصبرك اقول لك وانا طاني. اي عافيه ان شاء الله ينطيك ان شاء الله اكيد اوجه له تحيه وكل عام هو بخير ويا ربي دائما تكونون ويا بعض وعلاقتكم تكون طيبه ومبنيه على حب وثقه وتفاهم. ندى تنتظرين نهايه الحلقه وان شاء الله ربي اسمك رابح ويانا. شكرا لك ولاتصالك ولعمتك اكيد الصحه والسلامه وطولة العمر. نروح لاتصال ثاني ونقول مساكم الله بالخير وعيدكم مبارك. الو 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 وينكم اهل العيد؟ تعالوا سولفوا لي تفاصيل العيد وش سويتوا ما سويتوا طلعتوا استلمتوا عيديه اكلتوا كليتشه جاكم خطار ولا لا؟ فاكيد الكل ان شاء الله يا رب يكون مستانس ومتونس وطالع وشايف الناس اللي بعيده عليه ومراضي الناس الزعلانه عليه لان هو دائما بالعيد الناس يعني اغلب الناس المتخاصمه او اللي بيناتهم زعل يتراضون كون هو عيد الله اكبر فالكل الناس تتعايد ويكون لها سماح ومغفره فان شاء الله يا ربي ماكو شخص زعلان عليكم الا وانتم عايدتوه وماكو شخص مشتاقين لو انتم شفتوه وماكو شخص ما ينطيكم عيديه ان شاء الله اعطاكم عيديه بهذا العيد. نقول الو 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 مساء الخير. مساء النور. عيدك مبارك وايام سعيده علينا وعليكم ان شاء الله. من وياي؟ ايه رياض من بغداد. ايه رياض بيت رياض شلونكم؟ الحمد لله. طبعا اعتقد واحد برمضان فاز وياي بالسحبه امير رياض؟ لا فاز وياي بالسحبه؟ لا فاز وياي انا مو من قرايبنا. ها مو من يومكم من غير بيت ابو رياض؟ اي ايه سولفي لي على العيد شلون وياك؟ شلون بلش؟ الحمد لله. ايش سويتي لحد الان؟ ما سويتي؟ وين رحتي؟ وين جيتي؟ قاعدين بالبيت. ها بعدكم ما طالعين؟ اي زين وين ناويين تطلعون؟ للنجف. للنجف؟ انتوا بالنجف يعني انتوا ساكنين بالنجف لو تروحون للنجف يعني تزورون المقبره قصدك؟ ايه تسمعيني؟ الو نروح للنجف. ها تروحون للنجف ان شاء الله يا رب تروحون وترجعون بالسلامه وان شاء الله يا رب زياره مقبوله. زين والعيديه شلونها؟ لان المتصل لان المتصله اللي قبلك قالت لحد انا عندي 200 يعني حصلت انت ايش قد وصل وياك حاليا الرقم؟ 50 50 الف؟ اي قليل ايش عجب؟ بعد طالعين بس البيت. ها بعدكم ما طالعين ان شاء الله تطلعون لكل المكانات وتستلمين عيديه من كل البيوت ويصير جنطش مملية فلوس. يلا
وانتظريني اكيد نهايه الحلقه يا ايه، راح يتم السحبه وان شاء الله اسمك رابح ويانا، ونقول الو اخر. ومساكم الله بالخير. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. ايامك سعيده، كل عام وانت بخير. وانت بالف خير، وينعاد عليك بالصحه والسلامه. سلام ان شاء الله. ان شاء الله للجميع. من وياي؟ وياك رشا مجيد. رشا مجيد، يا هلا برشا ومرحبا. وبيكسر عيوني. رشا قطيتي عيديه لو طوش عيديه؟ لا بعد ما مطي عيديه. زين طوش عيديه؟ لو لا. ليه؟ اي؟ لا ما حد اطاني. زين منتظره عيديه من احد؟ ها؟ منتظره عيديه من شخص؟ بس من زوجي. وش عجب لحد انا ما منطيتش؟ بالدوام. ها بالدوام. يعني اكيد 100% اذا يرجع من الدوام يعطيك العيديه. اي اخذ العيديه من عنده. زين العيديه انت شرطيها؟ اكو يعني دائما زوجاتي يشرطون العيديه، مثلا يريد فلان حاجه او يريد كذا مبلغ، انت من نوع الشرط لو انت؟ لا يعني هسه ضام عيديه من بدايه زواجي. ضامتها للذكرى يعني؟ اي اي اول عيديه لي صارت 13 سنه. حلو، ايش قد كانت؟ صارت 13 سنه ضامتها. ايش قد كانت رشا؟ ها؟ ايش قد كانت او ايش قد كان المبلغ؟ قلت كان 5000. وكانت اكيد قبل 13 سنه كانت ال 5000 كلش هوايه. اي محتفظه بيها ذكرى حلوه. اكيد ذكرى حلوه، وان شاء الله يا ربي كل ذكرياتك تكون حلوه وسعيده ومليئه بالافراح يا رشا. تدول قلبك عيوني. وان شاء الله زوجك من يجي من الدوام يعطيك 5000 دولار مو 5000. ان شاء الله. او 500000 تمام؟ تمام عيوني. رشا مره اخرى عيدك مبارك وكل عام وانت بخير، واكيد تنتظرين نهايه الحلقه وان شاء الله اسمك رابح ويانا. ان شاء الله عيوني. تحياتنا لك، نروح لاتصال ثاني ونقول عيدكم مبارك وياكم سعيده. الو. حلو رشا انه ضامه محتفظه بعيديه زوجها الاولى قبل 13 سنه ومحتفظه بها لحد الان، كان تمثل لها ذكرى وشيء كلش حلو. حلو من كان عندنا شخص قريب علينا ويهدينا شيء ونحتفظ به لعمر طويل. الو مساء الخير وعيدكم مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام، كل عام وانت بخير، عيدك مبارك. وانت بألف خير. وانت بألف خير ويا رب ينعاد عليكم بالصحة والسلامة والعافية، من وياي؟ فاطمة قاسم من بغداد. فاطمة. فاطمة. عيوني. عيون السالمة إن شاء الله. العيدية وين؟ وين صفت العيدية؟ شلون؟ العيدية مالتك وين صفت؟ أو إيش قد صارت؟ والله بالبيت ما طالعين. انطاش احد من البيت عيديه لو هم لحد الان ماكو؟ اي والله. انطاش؟ بالبيت قلت ما طالعين. اقصد احد بالبيت انطاش ولا لا؟ اي الوالده. منو اكثر انطى؟ الوالد لو الوالده؟ الوالد. شو عجب شو هاي اليوم المتصلات كلها يقول ان الوالد يعطي اكثر من الوالده، احنا ندري دائما الوالده تعطي اكثر. لا الوالد طبعا. ليش؟ طبعا هو اللي يعطي اكثر. زين راضية راضية على عيدياتهم؟ راضية لو انه المفروض انه يعطوك اكثر؟ لا 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 راضي. حلو فاطمة. فاطمة وين ناوية تطلعين؟ او وين ناويين انتم تطلعون كعائلة؟ لو بعدكم ما مقررين. لا احنا نطلع دائما بالعيد. ايش عجب؟ لين الزحامات فما نحب نطلع. والله بهاي حقك فاطمة، فعلا انه شوارع ما تراد بالعيد وكلش ازدحام والنوب حاره دنيا وترابه، فواحد يبقى بالبيت احلى، لكن هي اجواء العيد حلوه بزياره الاهل والاقارب اكيد. صحيح. لكن شو نقول الله كريم، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، واكيد تحياتي وسلامي لوالدك ولوالدتك يا فطومه الغاليه، واكيد تنتظرين نهايه الحلقه وان شاء الله اسمك رابح ويانا، وانا اعطيك العيديه من عندي. الو مساء الخير. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام والرحمة، عيدك مبارك ويامك سعيدة. وكل عام وانت بخير وجميع الشعب العراقي بألف خير. وانت بمليار خير، من وياي؟ ياك رزقو من سنجار. شنو اسمك؟ رزقو. رزقو من سنجار. رزقو. نعم. تتذكرت انا خبرتك قبل تقريبا يومين. صحيح يا رزقو. نعم صحيح. حبيت اشارك البرنامج وحبيت نعيدكم بمناسبه عيد الفطر حبيبي المبارك. حبيبي انت كل عام وانت بخير، وكل عام وسنجار بصوره عامه بمليار خير، ويعطيكم الامن والامان والصحه والسلامه على عوائلنا الكريمه عندي. بسنجار، شلون الاجواء يومكم مال العيد سنجار؟ والله او رزقو الوضع الوضع مكركب، يعني اكو اشتباكات نعم. بين الطرفين الجيش العراقي واليفجه. ان شاء الله من من نعم. من قواتنا الامنيه يحفظ الامن والامان لمدينتنا سنجار ان شاء الله. يعني احنا انت تعرف يعني
74 إبادة جماعية لنا من المكون اليزيدي. نعم. كافي يعني ملينا من من فعلا. من النزوح والله ملينا. فعلا وحقكم وأكيد يا ربي إن شاء الله يعم الأمن والأمان عليكم وعلى سنجار بصورة عامة، وإن شاء الله الحكومة تسوي التفاتة لكم ويحلون هذا النزاع القائم حاليا، ويا رب الأمن والأمان وتستمتعون عفوا بأجواء العيد والفرحة والزوارة وأيضا الأشياء الحلوة والحلويات اللي تخص العيد بالتحديد. رزقو نعم أريد شوي نبتعد عن مود هذه الأحداث، أريد أسألك شنو الأكلات اللي مشتهرة بها زنجار بأول أيام عيد الفطر، يعني أول يوم العيد شنو الأكلات اللي سووها دائما؟ أكيد كليزي كليشة وحلويات. لا مو يعني تقصد الأكل يعني مثلا الغداء. أها الباشا أغلب شيء، الباشا والتمن يعني هيك أكلات. أنت تحب الباشا رزقو؟ أكيد. طيبة طيبة سووها بالبيت طيبة؟ إيه حيل طيبة والله حبيت. ألف عافية يا رزقو، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، ويا رب يعيدكم مبارك إن شاء الله، وعلى شمالنا وجنوبنا ووسطنا الحبيب وعراقنا بصورة أجمع، ويا رب الأمن والأمان ونخلص من هذه النزاعات وهذه المشاكل الأمنية ونعيش بأمن وأمان وسلام وراحة بال إن شاء الله، والأفراح تعم على كل عوائلنا العراقية. أروح للاتصالات ونقول ألو. ألو مساء الخير. وأيامك كل عام وأنت بمليار خير ويا رب ينعاد عليك بالصحة والسلامة إن شاء الله للجميع. من وياي؟ يا ريهام علي. ريهام علي. نعم. ريهام أغلب المزوجات اللي اتصلن بعدهم ما مستلمات عيدية من زوجاتهم، شي تقول اليوم بعدنا ما مستعدين، وشي قالت إنه زوجي بعده بالدوام، فأنت استلمتي عيدية؟ لا. أني؟ إيه؟ أخذت من بي بي سي. وزوجتك انتي متزوجة لو لا بالبداية؟ لا لا. ها ما متزوجة؟ اي. تمام ان شاء الله تتزوجين يا رب وتعزمين بعرسك. اخذت بيبي تطتني عيدية وجدي وخوالي. زين منو اكثر شخص طاش عيدية؟ كلهم نفس العيدية طاني. اها زين والدك والدتك؟ لا امو وابوي بعدهم. ايش عجب يعني شنو سبب التأخير؟ يصير اخر عيدية عيديتهم. اها يعني يشوفون ايش قد راح يبقى عندهم ويعطوك اياهن. مو زين انت ترضين يعني اذا مثلا والدك ووالدتك يعطوك اي مبلغ معين لو هم متعارضين مرات يقول لهم قليل وانا كبيره والمفروض اكثر او محتاجه كذا؟ لا لا. نعم اي شيء يطلع من ايدهم هي يعني شلون يعني فرحه في العيد. اها يعني انت موافقه يعني مسالمه اي شيء يعطوك عادي اهم شيء ذكروك. زين ريهام اريد اسال سؤال، متصله من المتصلات قالت انه اني اريد اجمع العيديه اريد اشتري موبايل جديد، انت شو مفكره ببالك تشترين بالعيديه؟ لا أنا أطلع بيها. يعني تشترين ملابس وشوبينج وهاي سوالف يعني؟ لا هم اشتروا لي أهلي ملابس. اها يعني تضمينها تتونسين بيهم؟ اي اشتري بيها هيك حلويات وشغلات مال بنات. حلو اوكي يا ريهام. ريهام تنتظرين نهايه الحلقه راح يتم السحب على جوائز تيم بيوتي للتجميل وان شاء الله يا ربي رابحه ويانا. الف مبروك لك مقدما ولكل شخص اسمه دخل ويانا بالقرآن، وأكيد أنا راح أدخل كل الأسماء وإن شاء الله الكل رابح ويانا. روح لاتصال ثاني ونقول مساء الخير والعافية. السلام عليكم. وعليكم السلام وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بخير صحة وعافية. أنت بألف ألف خير ويا ربي ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وسلامة الأهل إن شاء الله. من وياي؟ روان باص من بازار. مروة؟ روان. روان شنو؟ باسم. روان باسم. روان طلعتي ولا بعدك؟ روان ما طلعت بعدني. نعم؟ ما طلعت بعدني. ايش عجب؟ زوجي طالع والله عنده شغل فما اقدر اطلع يعني. زين انتم مقررين تروحون المكان معين ولا لا؟ انا امي وابوي بالعمره. فما يجون يصورون العيد. فنظريا البيت اهلي ما مقرر اروح هسه. اكيد تنتظرين والدك ووالدتك يجون حتى تروحين لهم روحه واحده؟ اي اكيد. حلو. ونفس الشيء مو شوي يعني بعيدين علي. شاء الله الاخ يعني كم منتزهات وهاي الاشياء والله ما ببالي فشوف زوجي هو وين يوديني. ها يعني انت ما شرطين عليه بمكان معين او لا مطعم لا معين لا. يعني تنتظري هو بكيفه. اي على هو. زين روان شو اخبار العيديه؟ انطاك عيديه لو هم بعده؟ كل شيء ما انطاني كل شيء ما انطاني. ليش؟ ليش؟
لا والله ما طالع ايدي. ليش؟ هاي ما عنده ايدي هو، ما يعني من زوجته يعني ببيتهم اي ما عندهم طبيعه يعني ينطون ايدي عكس اهلي طبعا. حتى انا مره دعيتهم قلت لهم انتم مو مثلنا يعني، حتى احفادهم ما ينطوهم هاي يعني هم ببيتهم يعني هم عاداتهم ما عرفان يعني. زين شنو السبب يعني هم عندهم يعني يعني بس البيت لو العشيره كلها هاي عندهم هاي السالفه؟ لا هم لا هم يعني من زوجتي هم ببيتهم هم عاداتي مثلا نقعد الصبح يعني كتبنا جديده اي ننزل وهاي ابا لهم يعني عايله عمو بس بكل الاحوال ماكو عمو او عمه يطون عيدية او يطون الابن او يطون الاطفال يعني يحمويني مثلا يجون يطونهم. لا زين يعني ما عرفتي ما عرفتي شنو هاي القصه الجديده؟ قلت لهم قلت لهم بس ما عندنا يشطب عنا نقطه ايديه يعني كلها كبار انهم ما نقطه ايديه. فانا عادي بوقتها يعني زين روايه زين زوجي هسه فهو يعني ما اخذ على طبخهم. زين انت ما حبيت تغيرين الطبيعه مالته؟ قلت له اكثر من مره قلت له شو مطلع يعني يقول ما عندي شو اسوي ما اعطيكم ايدي وحبي اما ننطي بس من اروح لاهلي ويشوف اهلي ينطون عيالي وينطون ابني وهو يشوفني يعني الحمد لله اهلي متمكنين فينطوني. اي شو يسوي؟ اذا عيني يقول لي اوكي تقطع ايديا من اهلي شو تدوري من عندي؟ قلت لها يعني اهلي حلال بس اهلك حرام. هو بما انه انت تقولين انه العائله كلها عندهم هذا الطبع فاحنا ما راح نحكي على زوجك لان هو متعلم من امه وابوه. اي متعود اي متعود انه ما دائما ايديه ولا ياخذ. فخلاص احنا ننتظر الايديه مالتك من اهلك ان شاء الله والله يحفظهم لك ان شاء الله ويكونون ظهر وسند. انا هم انتظر اهلي يجون وتصير يعني ان شاء الله هم ينطون العيال. تمام يا روان شكرا لك ولمشاركتك وعيدك مبارك واكيد تنتظرين نهايه الحلقه ويتم السحب ان شاء الله للجواز وان شاء الله تروحين ويانا. روح لاتصال اخر ونقول الو. ممكن اشارك؟ اكيد اكيد ممكن. من وياي؟ من بغداد. من بغداد. كل عام وانت بخير. عيدك مبارك. ايام سعيده. كل عام وانت بخير ويا ربع الريس ان شاء الله. من وياي؟ حيدر جبار دواي. حيدر. حيدر من وين؟ من بغداد. حيدر جبار. حيدر المتصله اللي قبلك قالت انا عيالي ما عندهم يعني ما عندهم انه طبع انه يوزعون عيديات. تمام؟ اي وياك. انتوا بالبيت اكو توزعون عيديات شي تنطشيله هم ماكو؟ ما سمعت شويه حيدر. اي وياك وياك سمعت. موضوع العيديات بالبيت وزعتوا عيديات؟ اي وزعت. انت انطيت لو انطوك؟ لا انا انطيت. ايش قد انطيت لحد الان؟ انطيت 10 بس. 10,000 وحده؟ ايه المن؟ ما حد اذا شويه قليلين. المن انطيت ال 10,000؟ جهال اثنين يعني كل واحد 5,000. هو ما حد جانا اول يوم العيد. زين انت هم اكو احد ينطيك عيديه حيدر؟ لا بعدهم. لا لا اقصد انت يعني اكو ناس بالعائله او من اقربائك ينطوك عيديه دائما لو ما ينطوك عيديه؟ لا ما ينطون. ليش؟ لان كبير؟ بس مره يعني ينطوني بس مره وانهم قطعوا. حرامات ان شاء الله يسمعون مناشدتك. هاي مناشده اعتبرها الحيدر يا قرايب حيدر انه تنطوا عيديه. تمام؟ شاب وباشر انتظر اتصالك اذا انطوك عيديه تتصل بيها وتقول لي انطوني عيديه. تمام؟ شاب شكرا لك لاتصالك يا حيدر وعيدك مبارك ويا ربي ينعاد عليكم بالصحه والسلامه ونقول الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء الورد عيدك مبارك وايامك سعيده. كل عام وانت بخير صحه وسلامه ان شاء الله. وانت بمليار خير. من وياه؟ رياض امير من بغداد. رياض امير. نعم. رياض انت ربحت ويانا بالسفر مو؟ انا قبل ايه اي فالف مبروك سافرت بعدك سولف لي. لا لا والله بعد ورا العيد. اها انت صرت ضبطت ويا الشركه؟ ان شاء الله ان شاء الله ورا العيد. ان شاء الله يا ربي سفره سعيده مقدما وتروح وترجع بالسيارة. الله يخليك الله يسلمك. رياض المتصل اللي قبلك او المتصله اللي قبلك قالت عيالي او بيت زوجي ما عندهم طبع يوزعون عيديات يعني تقول من اني تزوجت ابنهم لحد ما شفتهم فد يوم وزعوا عيديات عفوا لا لاهلهم لا للناس اللي عندهم لا ولدهم لا بناتهم. انتم هم ما توزعون عيديات لو شنو؟ لا احنا انا هم نطيت عيديات انا هم حبيت الوالده تسلم عليكم هم تدخل وياك اذا ممكن اذا ممكن تعايدك. اكيد اكيد اني اسمك اكيد هو دخل بالقرعه
وعطينا الوالدة كل عام وانت بخير خالة. يوم حجية الله يعطيك الصحة والعافية. مبارك عليك الله يسلمك على الجميع إن شاء الله. يا رب يعطيك الصحة والسلامة وطولة العمر. الله يسلمك. أريد تدخل اسمي بالقرعة يعني. أكيد أكيد. انطيني اسمك. شنو اسمك؟ نضال كمال حميد. نضال كمال. خالة انطوش عيدية رياض انطوش عيدية لو لا؟ أنا انطيتهم عيدية. ها فوقها غيرهم ولدك الكبار يطوش عيدية؟ لا المفروض الأم الكبيرة هي تعطي عيدية. عاد رضوا على العيدية مالتش لو قالوا ليش قليلة؟ عادي بالمقدور بالمقدور عليه. اه انت يعني تعطينهم المبالغ وتقول لهم هذا اللي عندي يعني بكيفكم بعد. اي صحيح صحيح. واللي ما يريد العيدية يرجعها. تمام كيفه. زين لو الكليتشة شو اخبار الكليتشة؟ الكليتشة سويناها طيبة. طيبة؟ ما كلش طيبة. راضين لازم. عليها راضين عليها الكل؟ اي اي طبعا. ما حد قلد؟ ما حد قلد قال مو حلوة ما ادري شلون؟ لا 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 بالعكس. اها. زين خاله بما انه يعني بما انه اريد اتصل يعني اريد اسال السؤال احنا بما انه اليوم عيد ونسولف بالعيديه والكليتشة شنو الاختلاف بين العيد قبل وبين العيد هسه؟ يعني العيد قبل كل العوائل تتزاور بيناتها حتى المنطقه اهل المنطقه ناس ويا ناس تودي صح. يعني كليتشة البيت البيت هسه شويه اختلفت اكو فروقات. شنو السبب يعني شنو سبب هالفروقات ليش هاي العادات والتقاليد بلشت تتلاشى او تنفقد بالعوائل وبالمناطق بالتحديد؟ اي بالفعل بدت تتلاشى شويه شويه. شنو السبب برايك؟ حسب الوضع يعني حسب الوضع حسب الحياه وصعوباتها. نعم. زين انتوا انطيتوا كليتشة جوارينكم وهم انطوكم لو لا؟ اي اي اللي يمنا دزينا لهم. اها. وهم دزونا. الله يحفظكم. نعم. ان شاء الله ويا رب يعيدكم مبارك ويعاد عليكم بالصحه والسلامه. أكثر. وشكرا لكم ولمشاركتكم ولاتصالكم. تحياتنا لك. نروح الاتصال ونقول الو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. عيدكم مبارك ويومكم سعيدة. وكل عام وأنت بمليار خير وينعاد عليك بالصحة والسلامة والعافية وسلامة الأهل إن شاء الله. من وياي؟ مريم ستار من بغداد. مريم ستار. مريم. نعم. أنت شقد عمرك؟ 20. جوارينكم جابلكم كليتشة؟ نعم. جوارينكم جابلكم كليتشة؟ او انتم طيتوهم كليتشة لو ماكو هاي الموضوع؟ لا والله بعدنا احنا نسوين كليتشة. ايه اي بس احنا نطينا للجيران بس الجيران يعني مو مودينا يعني المعون اللي وديتوا لهم بيه كليتشة ما ودوا لكم بيه كليتشة؟ لا احنا نودي يعني سفري معون سفري يعني ما يرجع. ها يعني تختصرون ما تحرجون المقابل. ايه حلو. مريم انطوك عيدية ولا بعد؟ شلون؟ انطوش عيدية ولا بعد؟ اليوم انا اسال على العيديات. اي طبعا اكيد. شنو ناوية تشترين بالعيدية مالتك؟ ما اعرف يعني ما مفكرة منتظرة المبلغ ايش قد يصير وتفكرين ورا العيد؟ ايه ان شاء الله. تمام شكرا لك ولاتصالك يا مريم. انتظرينا بعد دقائق راح نسحب القرعة وان شاء الله اسمك رابح ويانا. وروح لاخر اتصال ويانا بحلقتنا اليوم. مساكم الله بالخير وعيدكم مبارك. الو كل عام وانت بخير. وانت بمليار خير وعيدك مبارك. صحة وسلامة. للجميع ان شاء الله وينعاد عليكم بالصحة والعافية. من وياي؟ وياك حنين محسن من بغداد. حنين محسن. حنين محسن بما انه انت اخر اتصال. اريد اسأل السؤال. اقرا احد زعلان عليك او انت زعلانة على احد؟ لا لا. الحمد لله لا. ماكو؟ لا لا. يعني انت شخصية مسالمة لو شنو؟ اي نعم ما تستوجب الزعل. تمام. حنين شكرا لك ولاتصالك ومشاركتك. انتظريني هسه راح يتم السحب وان شاء الله اسمك من الرابحين. تحياتي لك. شكرا. ولاتصالك. طبعا طبعا الرقم اللي ظاهر يا مشاهدينا حاليا اسفل الشاشه هو رقم استلام الجوائز واكيد جوائزنا هي مقدمه من مركز تيما بيوتي للعنايه بالبشره او التجميل والعنايه بالبشره. اكيد نوجه لهم تحيه ونوجه تحيه لكل كادر العمل. هذه السحبة راح نسحب الأسماء وإن شاء الله طبعا أنا كل حلقة راح تكون الجوائز هي من مركز تيما بيوتي للعناية بالبشرة والتجميل وأسحب يومية 8 أسماء والاسم الأول اللي ربح وياي روان باسم فألف مبروك الجائزة إليك اللي هي مقدمة من مركز تيما بيوتي. والاسم الثاني اللي ربحوا وياي ماهر الحلبوسي من الفلوجة أتذكر
ألف مبروك لك الجائزة المقدمة من تيما بيوتي للعناية بالبشرة والتجميل. أنا أتمنى كل الأوراق تربح الصراحة مو بس ثمانية. أما الاسم الثالث اللي ربح وياي نضال كمال، الجائزة أكيد إلك يا نضال ولكل شخص فاز ويانا اليوم بحلقة اليوم، هي مقدمة من مركز تيما بيوتي للتجميل. أما الجائزة الرابعة لحيدر جبار، ألف مبروك لك يا حيدر، وتجي تستلم جائزتك وتروح تسوي الأشياء اللي تريد تسويها واللي تريد تغيرها ببشرتك أو بشكلك بصورة عامة من مركز تيما بيوتي. أما الفائز الخامس ويانا بقرعة اليوم فاطمة قاسم، فألف مبروك لك يا فاطمة قاسم. بعد كم ورقة تقريبا هسه أني طلعوا لي خمس أسماء، بعد ثلاث أسماء. الاسم الثالث ركزو من سنجار، طبعا قال هو دائما انه اريد اذا طلع اسمي بالقرعه فتربحون احد غيري، فلان كون ما يقدر يجي او يستلم جائزته فراح اسحب اسم اخر باسمه. همسه عمار، طبعا همسه عمار الف مبروك لك، وانت جيتي منتظره الجائزه فالف مبروك لك الجائزه وربحتي ويانا بحلقتنا لليوم. ومثل ما قلت انه الرقم الظاهر حاليا اسفل الشاشه هو رقم استلام الجوائز، يعني اي شخص ربح ويانا واسمه طلع ويانا بهاي الحلقه او بالحلقات الراح القادمه يتواصل ويا هذا الرقم لاستلام جائزته. والاسم السابع ندى جواد، الف الف مبروك يا ندى جواد، ربحت ويانا جائزه مقدمه من تيما بيوتي. واخر اسم ويانا اليوم من راح يكون وان شاء الله حلو، طبعا حظه حلو، رياض امير. رياض امير الف مبروك، ربحت انت ووالدتك اليوم بالحلقه، الف الف مبروك لك بربح الجائزه. وايضا الثمان اسماء اللي ربحت ويانا اليوم هي جائزتها مقدمه من مركز تيما بيوتي للتجميل والعنايه بالبشره، فالرقم مثل ما ذكرت اللي ظاهر اسفل الشاشه هو رقم استلام الجواز. واكيد تنتظروني باكر وبعد باكر الساعه 6 على قناه دبليو تي في وطن، وايضا على البث المباشر على الفيسبوك بهذه المسابقات الحلوه. وايامكم عيد وافراح ومسرات، ويا ربي ينعاد عليكم عيد الفطر بالصحه والسلامه والعافيه. واكيد ابقوا ويانا وتواصلوا ويانا ويا برامجنا وتغطياتنا الخاصه بالعيد وجوائزنا الحلوه. مع الف سلامه.